السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم نوعا ما مختلف بناء على طلبكم، بناء على التعليقات الكتير اللي عم شوفها. شو صار بسلسلة تحدي ضد الكمبيوتر؟ شو صار بالسلسلة اللي بتتحدى فيها 7 هارد ارمي؟ اليوم رجعنا بفيديو مميز جدا. الفيديوهات السابقة لعبنا بجيش اليو اس اي ليزر، لعبنا بجيش اليو اس اي سوبر ويبنز ضد 7 هارد ارمي راندوم على خريطة فورترس افالانش. هاي الخريطة اذا فاتك الفيديوهات الروابط بوصف الفيديو، ولكن هالمرة رح نلعب بجيش اليو اس اي اير فورس. طالما بلشنا بجيش اليو اس اي، هاي اولا. ثانيا ضدنا رح يكون كله تشاينا تانك لحتى نزيد التحدي صعوبة. ثالثا رح يكون التحدي 10,000 وليس 50,000، لا يكون التحدي مشوق. فخلونا نبدأ على بركة الله. على فكرة 10,000 أصعب بكتير من 50,000. هي أولا. ثانيا عم بختار هاي الخريطة دائما لأنه هاي الخريطة فيها أقل نسبة لاج. إذا بدك تلعب ضد الكمبيوتر، هاي الخريطة الأنسب يلي ما فيها لاج، ما فيها تعليق أبدا. فخلونا نبدأ على بركة الله. طيب بسم الله نبدأ بباور سريع واثنين دوزر والدرون استطلاع. هاي الحركات جدا جدا ضرورية ببداية الجيم. هلا رح نشوف ليش. نبعت اول دوزر على ارض الخصم، بنبني باركس. نبعت تاني دوزر على ارض الخصم الثاني وبنبني كمان باركس. هاي الحركة ضرورية جدا. بنعمل سبلاي بارضنا، مننتظر الدوزرات لحتى يوصلوا. منبيع القاعدة اكيد. وكخطوة اخيرة منفعل خيار الريتاليشن. هذا الخيار ضروري جدا انك تفعله بجيماتك ضد الكمبيوتر. وظيفته هي انك تحرك جيوشك بشكل اوتوماتيكي لما بيكون في جيوش للخصم. مهم جدا انك تفعل هذا الخيار، بيوفر عليك وقت، بيوفر عليك جهد انت بغنى عنه. طيب نرجع للجيم. اوكي منبني باركس بارضنا ونطلع سبلاي تاني قبل الباركس. طبعا سبلاي ضرورية. اوكي بنبني كابتشر ذا فلاج وبنطلع باركس. ممتاز. طبعا خاصية السيطرة بنرقم الباركسات لحتى نقدر نتحكم فيهم. هاي ثلاثة. نبني ثلاثة رينجر هون وثلاثة رينجر هون. طيب هون لازم نطلع شنوك تانية. يلا هلا منشوف ليش عم نعمل هالحركات كلها. منسيطر ومنسيطر ونرجع منسيطر. يلا 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 سيطرنا على ثلاث مباني. بنبني فاير بيس هون بأرضنا، لازم كمان نبني فاير بيس. وهون منسيطر على هالمبنى وهالمبنى وهالمبنى. هيك مفروض نكيك لأول هارد أرمي. طيب هيك مفروض نكيك لأول هارد أرمي. خلينا نسحب دوزر لهون. هون مفروض نطالع جنود قواذف. هذا كيك. طيب خلونا نبيع المباني اللي هون، ما بقى لنا شغل فيها أبدا. ونكابتشر هذا المبنى لنكيك هذا الهارد أرمي نهائيا. طيب بنبني بنكر هون. طيب هون كمان بنبني فاير بيس سريع. بس هون غلطنا غلطة. طيب بما انه سحبنا دوزر، خلينا نبيع القاعدة بعد الدوزر الثانية. منبيع الباور، باورات منبيعة. اوكي 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 خلينا نبني هون. نبيع هاد، نبني باركس هون. طيب مفروض نعجل شوي اكتر من هيك بصراحة. اشتغل الضرب، ما بعرف بأي منطقة. بهاي المنطقة ماشي الحال.
He's on the target list. هون رجعنا غلطنا نفس الغلطة. لازم نوقف الدوزر ونرجع نبني نحن. طيب هون كمان لازم نبني بنكر. اعطينا جنود. صراحة الشيء بيتطلب تكتيك وبناء مبنى قبل مبنى، يعني الموضوع مش سهل ابدا. مثل ما لك شايف جيش اليو اس اي اير فورس شوي ضعيف دفاعيا، يعني بداية اللعبة. الضرب شغال يا ميت، اهلا وسهلا تفضلي. كل هاد وما معنا مصاري، يعني لاحظ كل هاد وما في مصاري. طيب هلا خلصنا من جيشين وهذا شيء رائع. طيب انت كملي. لازم نطلع استراتيجي سنتر على السريع. يلا اوكي خلينا نطلع بنكر تاني هون. طيب هلا هون لا مش هون، بس نقدر ناخذ الباث فايندر. ضروري ضروري ناخده. حلو حلو حلو، ممتاز ممتاز. خلينا نبني بنكر هون كمان. هون لازم نزيد الدفاعات صراحة لأنه الوضع شوي خطير. حلو هلا هون لازم ناخذ الباث فايندر. ضروري ناخذ الباث فايندر. ما في مصاري يا شيخ، هاي بدي احافظ عليها الدوزر. ممتاز. طيب خلينا هون نطلع وور فاكتوري او نطلع 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 طاقة صيني. ممتاز. لا لا تع 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 تع. طيب يعني شوي شوي عم تتوازن اللعبة. سبلاي ممتاز. الباس فايندر عم يشتغل شغل حلو، ولكن هون في مشكلة. هون في مشكلة لازم نحلها بوقت سريع جدا. شغل حلو على فكرة من الباث فايندر. هون انتو عدوا بقلب البنكر. اعطينا سبلاي وانتو عدوا بقلب البنكر. انت اعطيني باث فايندر عفوا. يلا اعطينا وور فاكتوري لنطلع بروباغندا ونخلص الامور. طيب خلينا نشوف كيف نتصرف مع هالموضوع. صراحة ضيغطين كتير من هون، كتير الضغط كبير من هون.
Unit lost. Always. Let me launch one, huh? I'll fire at anything. It ain't precise, but it's powerful. That place you got a trick. It's all shooting range. Oh, whoa, whoa, whoa! Let's get in there. يلا يا عمي يلا. ما بعرف اذا ثلاث بناكر رح يكفوا هون، ولكن ما زالوا صامدين. طيب يلا، شو صار بالبروباغندا؟ طيب عم نشيل اوفرلورد. صدقا صدقا الوضع صعب، صدقا الوضع صعب وبدون مبالغة. طيب خلينا نحط هدول هون، وبدنا بنكر ضرورية جدا هون. طيب ممتاز لحد الآن، بالرغم من صعوبة الوضع ولكن لا بأس. تفضلوا، تفضل انت كمان لهون. معنا مصاري، بس اتمنى انه نلحق نبني نوويات قبلهم. حلو. طيب اوفرلود عم تنشال، تقريبا كل شيء عم ينشال، بس هون لازم نقوي شوي المنطقة. تعي الله يرضى عليك تعي. طيب يلا خالص البروباغندا، يلا هاي عم نبني نوويين وهذا شيء ممتاز. لاحظ هون ما في باث فايندر بفوتوا، يعني ما فيك تترك منطقة بدون حماية. حلو، ممتاز ممتاز ممتاز. خلينا نستعمل ستارات، بس معنا قاعدة. أوه هون لازمنا بنكر ضروري ضروري ضروري، بدنا بنكر هون. ما في دوزر يا شيخ، في أزمة دوزرات، في أزمة دوزرات. بدنا نووي قبلنا. طيب. أوه من الطرف الثاني. طبعا بدي طاقة انا، شو ما كانت الطاقة تكون، USA China، بس تمشي حالي. نوويين بس عنا. اوه ما في مصاري، يلا يا شيخ. كيف عم بيلحقوا يا شيخ، كيف عم بيلحقوا كل هالجيوش هاي؟ Warning. Nuclear missile silo detected. Always ready. Let's pop some tanks. Let's go in that building. حرام انشالت البنكر. Unit lost. Enemy Black Lotus detected. طيب طيب لحد الان نوعا ما الامور مستقرة نوعا ما. حرام حرام، خسرنا جنود هون. طيب لازمنا قاعدة. طبعا هذا كليتش باللعبة، هاي الدوزر لإلي. اخ لو في كاش بونتي عند الـ USA Air Force. خسرنا دوزر. اوه والله الوضع صعب هون، لازمنا دوزر، لازمنا بنكر.
معنا نوويين صراحة وقت طويل، يعني وقت طويل كتير. عطينا شوية هاكرز. طيب خلينا نشيل هاد ونشيل هاد. طيب على امل انه نلحق عدد النوويات ضدي كتير كتير. عدد النوويات رهيب بصراحة. في صمود اوكي، ولكن يعني تحت كلمة صمود بدنا نحط 60 خط احمر لانه وضعنا كتير كتير صعب. في لوتس، في صوت لوتس. انشالت اللوتس. طبعا الباث فايندر عم بيقدم صراحة خدمات اسطورية. هزوني كمان في باث فايندر بكل بنكر، بكل بنكر الا هالبنكر ما فيها باث فايندر. اوكي منيح انه في مصاري، في شوية مصاري. خلينا نبني هاكر سنتر. انا عادة ما ببنيه ولكن ضد الكمبيوتر كمان واجب حتى نحمي الهاكرات شوي. في نووي قريب كتير، في نووي وقته قريب كتير. لازم نبني استراتيجي سنتر على فكرة لحتى نقصف، ولكن الكاربت ما رح توصل. متأكد انه الكاربت ما رح توصل. لاحظ الجنود كلها ثلاث رتب يا شيخ. طيب الله يستر، الله يستر. النووي وين رح ينزل صراحة؟ بسبب النويات انا بنيت الهاكر سنتر. طيب ضربنا نوكلير ميسل. اوه على الهاء. اوه شفت والله حاسس. اوه نوويين على الهاكر سنتر. خلاص وقف وقف وقف. منيح ما ضرب الدفاعات. لازمنا لوتس. يمكن انه نشيل شي نووي باللوتس. لهلا الدفاع اسطوري على فكرة، لحد الان الدفاع اسطوري. يلا نوكلير ميسل ريدي. اوه ما لحقنا لهذا، رح ناكل نووي ثالث. يلا 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 يلا. ضرب الهاكر سنتر. اوه ثلاث نوويات على الهاكر سنتر، ثلاث نوويات على الهاكر سنتر. بدنا دوزر سريعة. ما عندي وور فاكتوري للاسف. طالع امبيلنس. طيب يلا تعي اعطينا بلاك لوتس. ضربنا اول واحد وهذا شيء ممتاز حلو. لاحظ الدفاعات هون عند الاخضر، اخضر ما زال عايش. انشالت ممتاز. خلينا نسترزق منه شوي. حلو ضروري نصلح الهاكر سنتر لانه عم بيستهدفوا، افضل من انه يضربنا على الدفاعات. طيب صار معنا 8000 وهذا مبلغ محترم. طيب خلينا نبيعه. طيب الدفاع اسطوري على فكرة. رجع ضرب نووي اظن على الهاكر سنتر. حلو حلو. النويات كلها على الهاكر سنتر، النويات كلها على الهاكر سنتر. طيب هلا اذا منشله نووي باللوتس بتكون حركة عظيمة صراحة، بتكون حركة عظيمة. ما بدي كتر هاكرز. اوه شو عملنا بالبلاك لوتس. اوه تعي تعي تعي.
طيب اعطينا دوزر لهون بما انه وضعنا الاقتصادي تحسن. صلح يا شيخ صلح، ماذا تنتظر؟ صلح. معنا ولا دوزر صيني؟ اذا معنا ولا دوزر صيني اكلنا هوا، اكلنا هوا. معنا ولا دوزر صيني للاسف، ما بنيت سي سي صيني، هذا خطأ فادح صراحة. طيب راح نكفي بناء باليو اس اي، اعطينا وور فاكتوري. حلو حلو. طيب خلينا نبعد البناء عنه بما انه هذا مبنى مستهدف. لاحظ جنودي كلها صارت 3 رتب، جنودي كلها صارت 3 رتب. طيب اعطينا الفيول بومب. اوف اوف اوف، جيم صعب مثل ما تشوف، والله جيم صعب ولكن ماشي الحال لحد الان. ما عندي ولا دوزر صيني، معقول شل الدوزرات الصينيه؟ والله حرام والله حرام. حلو، طاقه افلسنا على بكير. هلا البارتيكل كانونز على ما اظن من الممكن انه تحل الموضوع. الاخضر يا اخي، الاخضر شو عم يعمل؟ الاخضر منلو كل هالابنية. طيب حلو، استراتيجي سنتر، ما راح استفيد شي من السبلاي لاينز، ما راح استفيد شي، فما راح ابنية. طيب اللوتس تاعي عسى ولعل مرة اخرى انه نعمل فيها شي. حلو، صار فينا ندروب كارت، خلينا ندروب على الدوزر. نوكلير مثل مرة أخرى على الهاكر سنتر، ممتاز. أعطينا أمبيلنس. طيب لاحظ أراضيهم يا شيخ، لاحظ انتشارهم، لاحظ النص. طيب ما كان لازم أخسر الدوزر الصيني، ولكن هارد أرمي هاز بين ديفيتد، ممتاز ممتاز. إجت الكاربت على الدوزر، ممتاز. حلو يلا ممتاز. طبعا الامبيلنس بتشيل مفعول النووي، الهاكرز عدد لا بأس فيه، ولكن ولكن عندنا بنكر هون. اوه البنكر اللي بتروح ما في غيره، ما تنسى البنكر اللي بتروح ما في غيره. اوه طيب خلونا نضرب النووي الثاني لنشوف، هذا ضربنا نووي ماشي الحال. طيب نحاول نبني فاير بيس هون. ممتاز، يلا يلا يلا. طيب خلونا نشيل النووي، اعتقد نلحق نشيل الاحمر، خلينا نشيل الاحمر يلا، ننقذ نفسنا من النووي. طيب ممتاز، انقذنا نفسنا من النووي. حلو، لازمنا دروب زون على فكرة، لازم نبني دروب زون. هاي المنطقة ما بعرف ليش لسه عم دافع عليها، ولكن بتخفف الضغط يعني، فمعلش. هلا بنبني دروب زونات، بنزيد عدد الدروب زونز. قدامنا بقي معنا نوويين مقابل نوويين، نوويين إلنا ونوويين للخصم. اللوتس من الممكن انه نقدر نعمل فيها شيء مرة تانية، ولكن الطريق محفوفة بالمخاطر. الطريق محفوفة بالمخاطر. يلا حلو، تفضلوا. طيب اعطينا دروب زون. حلو، طبعا كنت بدي بيع البناكر اللي هون، ولكن تيركون عم بيحموا ارضي ولو من بعيد لبعيد يعني، ولو الحماية من بعيد، ولكن عم بيعملوا حماية لأرضي يعني. طيب لازم نشيل هلا النوويات، ما بعد النوويات نشيل هاكر سنتر. وامورنا لوز. طيب
لحد الان امورنا طيبة على فكرة. صرنا مخسرين ثلاثة، شايلين ثلاث جيوش. لاحظت؟ اثنين اثنين ديفيتد. بس فينا نسرق مصاري. حلو، فينا نعمل شيء باللوتس. طيب شو بدنا ندروب؟ خلونا ندروب الهاكر سنتر. خلص الدروب زون، خلونا نرجع نبني دروب زون تاني. حلو حلو حلو، فاست كاش. خلينا نعيد الكرة. لا اعتقد انه ينشال، ما ينشال هاكر سنتر. حلو، والله ما معه مصاري، ممتاز. اوه الكاربت، والله وصلت الكاربت، ممتاز. طيب حلو حلو، الطحن مازال شغال. طبعا هلا بانتظار النوويات عم نبني دروب زون لنزيد المصاري شوي. في قدامنا نوويين بدنا نشيلهم، كيف ما بعرف. خلينا نشوف الموف اذا بنقدر نسيطر له على النوكلير ميسل. خلينا نشوف الفيول بومب اذا بنقدر نضربها على الطاقة مثلا، نوقف له النووي شوي. لازم ناخذ له نووي للموف احسن ما يصفقنا اياه. طيب يا سلام اذا بناخذ النووي. طبعا النووي بس بدك تاخده وانطر ليصير 27 ثانية 28 ثانية وخده عشان تلحق تقصفه. بس ان شاء الله ما تروح الطاقة. 28 ثانية على القد وبتسيطر عليه باللوتس، فبتصير تقصف الخصم فيه، تقصفه بنووي. يلا 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 يلا، بيتاخد 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 بيتاخد. اوه بس يلا، انقذنا حالنا من نووي وقبضنا حقه، هذا شيء رائع. طيب الطاقة هون ما راحت، للأسف الطاقة ما راحت. اخ لو وقف طاقته هذا الاورنج كنا ضربناه نووي بدون ما يضربنا نووي. طبعا عم زيد عدد الدروب زون. مثل ما انت شايف الجيوش عم بتقل شوي شوي، ما بقى فينا نتحرك باللوتس اكثر من هيك. بس عملت شغل طيب اللوتس. هنبني طاقة طالما ما معنا طاقة. حلو، اراضيهم عم تتقلص شيئا فشيئا، اراضيهم عم بتروح شيئا فشيئا. طيب ممتاز ممتاز ممتاز، اعطيني دروب زون، مزيدا من الدروب زون. بس ما يضرب لنا هاي المنطقة، لانه هو عم يستهدف الاقتصاد، فمن الممكن انه يستهدف هاي المنطقة. بس خلص بدنا نبني مصاري هلا. اوه وقف طاقته، ممتاز والله وقف الطاقة. حلو، ما انتبهت، وقفنا له الطاقة، ممتاز ممتاز ممتاز، فيري نايس فيري نايس فيري نايس. يلا طيب، فاذا لاحظ استنفروا الشباب هجمات جديدة يا شيخ. نص ساعة 33 دقيقة ولسه طيحشين، 33 دقيقة وما هديو. طيب خلونا نسمي النوويات. يلا ها، هيك ما بيبقى عنا ولا نووي قدامنا. خلونا نشيلهم، ما بيبقى ولا النووي قدامنا، هذا شيء ممتاز. خلونا نحاول نشيل هاكر سنتر. اوه ضربة رائعة ضربة رائعة، حلو خلص خالصين النوويات. هلأ راح نلتفت شوي لأرضنا اللي المكركبة صراحة. أرض الصمود. راحت الكاربت على ما أظن؟ لا والله بعد ما راحت، بس شكلها راح تروح، بس دمجي تدميج. ما راح نلحق نشيل هاكر سنتر. طيب أعطينا دفاع هون، خلص ارتحنا يا شيخ ارتحنا. أدي اللي عم بلعب 34 دقيقة، هلأ لارتحت حرفيا، هلأ لارتحت بالجيم. يلا حلو، طبعا عم زبط اموري قبل ما ننهيهم. دروب زونات صار اعدادها ممتازة، صار فينا نبني وين ما بدنا. طبعا طيب اعطينا دروب زون هون كمان، واخيرا يعني وصلنا لهي اللحظة التاريخية.
يلا حلو 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 يلا طبعا الهاكر سنتر ما بيعمل شيء يا شيخ. الهاكر سنتر كتير اقتصاده ضعيف يعني ما بيعطي اقتصاد مثل الخلق والعالم يعني. طيب يلا ممتاز ممتاز يلا خلينا نبلش بارتيكل كانينز لحتى نكيك الشباب. خلاص طولوا كتير لانه طولوا كتير. شوف مع ذلك لهلأ عندهم اقتصاد وعندهم امور لوز صراحة. طيب very nice very nice صراحة very nice. اعطينا الفيول بومب نضربها على النص. لا اظن انه توصل بس خلونا نضربها نجرب. لهلأ عم يهجموا لهلأ الهجوم شغال لاحظ في كل مكان. لكن دفاعاتنا يا اخي الدفاع الدفاع لعب لعب كتير حلو. ما وصلت الفيول بومب. كان لازم نعمل مضرب فول بومبس. كان لازم نعمل مضرب فول بومبس قبل ما نبعتها بس يلا ماشي الحال. حلو هاي نووي صار عنا ثلاث نوويات وامورنا لوس. يلا هلا الاقتصاد اشتغل والامور صارت تمام التمام. يلا هلا بدنا نلعب لعبه نووي اجباري يعني بدنا نلعب لعبه نووي لحتى نقدر اذا بتوصل لهون الكاربت بيكون حظنا ممتاز. خلينا نشيل الاويل ونشوف الكاربت اذا رح توصل. اذا بتوصل اوه يلا يلا والله وصلت 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 ممتاز. ضربه ممتازه ضربه ممتازه بالكاربت. اعطيني نويات قد ما فينا لاني خلص خلص طولوا كتير الشباب طولوا كتير الشباب. ما ننسى انه كلهم تشاينا تانك والله هذا شيء اصعب يعني عم تلاحظ على الارض في صعوبه يعني جيش جبار تشاينا تانك. يلا طاقة نزيد الطاقة كمان. حلو صار معنا أربع نوويات. الخامس على الطريق الخامس على الطريق. حلو حلو يلا طبعا عم خزن طاقة لأني رح أزيد النوويات لأسرع بنهاية اللعبة. هلا الاورنج رح نضل عم نستهدف الاورنج البرتقالي لوقت ما يستسلم هيك بنشيل واحد من وشنا يعني. يلا خلينا نشيل له الهاكر سنتر. طيب نشيل له قاعده نضرب له القاعده عفوا. الهاكر سنتر ما مصلحه فبالتالي هاكراته رح تروح. نايس 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 كتير ممتازة الضربة. لا شو عم نعمل بارتيكل كانن ممتاز. اعطينا بارتيكل كانن مرة اخرى هون. خلاص ابني وين ما بدك ولا يهمك. الدفاع حديدي يعني لو بدون يفوتوا كان فاتوا من زمان. الدفاع اسطوري صراحة. يلا خلينا نبني هون باث فايندر وثلاث جنود. يلا حلو البارتيكل كانز على الطريق وامورنا زي اللوز. طيب هون لازمنا جنديين. يلا بارتيكل كانن صار جاهز. اعطينا دروب زون او اعطينا طاقة. طيب مثل ما قلنا راح نستهدف الاورنج
فينا نشلوا القاعدة على فكرة. فينا نشلوا القاعدة، هنوي بيشيلوا القاعدة، فخلينا نشلوا القاعدة ونبلش نشلوا الدوزرز. بشلت له القاعدة والدوزرز والمباني المهمة. يلا 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 يلا. حرام، نشوف على الحظ، شوف على الحظ يا شيخ، على الحظ الخرافي على 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 نكشة. وكانت راحت القاعدة، جندي هلا بيشيل القاعدة. اوكي، هون بدنا جنديين. يلا يلا يا شباب، وين النوويات يا شباب، وين النوويات؟ طيب صراحة أتعبونا الشباب، ولكن جيم كان حلو. يلا مضرب أول بومبس راح تصير جاهزة، خلنا نضرب له الفاكتوري هذا كمان. نستهدف الأورنج، ما راح استهدف حدا غير الأورنج لأني بدنا نخلص منه. خلنا نضرب المضرب أول بومبس هون. ما بعرف إذا الكاربت راح توصل. والله 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 والله، وراحت القاعدة. ممتاز، راحت القاعدة. خلينا نشيل له الور فاكتوري. يلا هاي الور فاكتوري. الايتم راح تنضرب على الطاقة. ممتاز، خلينا نشيل له السبلاي كمان بطريقنا. خلاص تدمر تماما هذا، بس بقي له دوزر هون. هلا بس نشيل له الدوزر على ما اعتقد بينسحب لحاله. بس شلت له الدوزر بينسحب لحاله. فانا شو عم بعمل هلا؟ عم زيد النوويات، عم زيد النوويز لوقت ما ننهيهم كلهم، يعني عشان خلص نرتاح منهم. يعني هاي الباور راحت، الطاقه راحت. حلو حلو حلو. خلينا نشوف اذا بعد عنده دوزرز. البرتقالي ما بي عنده ولا دوزر على ما اظن، يعني على ما اظن هو ما بينسحب الا اذا شلت له الدوزرات كلها والمباني الاساسيه، فلازم ينسحب هلا. طيب اعطينا جيش هامفي صغير، جيش هامفي كبير عفوا. طيب اوكي، طبعا جيش الهامفي لمشط خلاص. طبعا وصلنا تقريبا لنهايه اللعبه يعني تقريبا، بس نشوف كيف بدنا ننهي الجيوش. اوكي اوكي اوكي، يلا هذا الفاير بيس راح يتدمر على ما اظن. خلينا نحط قواذف صيني عادي، وين المشكلة يعني؟ أنا في موضوع كتير مهم نسيته. عطينا السيرش اند ديستروي. موضوع كتير مهم نسيته، اللي هو إني أعمل التطويرات. طيب يلا، خلونا بما إنه هذا خلص تقريبا انتهى، هنضرب الهاكر سنتر تبع الأصفر، وخلونا نضرب الور فاكتوري. لاحظ يأسوا 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 عنده اوفرلورد مصفوفة، يأسوا من الهجوم يا شيخ. طيب الهاكر سنتر راح، القاعدة راحت، نوكلير مسل. حلو، دمار شامل دمار شامل دمار شامل بأرض الجنرال الأصفر. لقطة رائعة، لقطة رائعة بأرض الجنرال الأصفر. لاحظ انمحت أرضه تماما، انمحت أرضه تماما. يلا وين جيش الهامفيز؟ يلا حلو حلو، عدد النوويات الرهيب. ها روحي انت على النص. والله هالجيش اذا بنعمل فيه مايكرو حلو، والله بكفي. حلو الكاربت وصلت. طيب نشيل نشيل، خلونا نشيل الموف بما انه رايحين على ارضه. يا لطيف، والاحمر كمان. اوه والله بعد في جيوش.
والله بعد في جيوش كتيرة. بدنا نضرب القاعدة. تعبت كل الهمبيات، ما بقى في ولا همبي فاضية. أعطينا همبي فاضية أو همبيتين فاضيين. خلص راح نهجم يعني. أعطينا أمبيولنس. أوف 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 أوف، زيد عدد البارتيكل لنسهل عملية إنهاء اللاعبين. طيب والله تعبت، يخرب بيتهم عن جد تعبت. يعني 50 دقيقة تقريبا قلنا عم نلعب. خلينا نستهدف الأحمر، نمشط له أرضه قبل ما نمشي. بعد عنده اقتصاد، ما راح ينسحب طالما عنده اقتصاد. طالما في اقتصاد ما راح ينسحب. خلونا نشوف هالمضرب اول بومبس الأسطورية اللي رايح على أرض الجنرال الأحمر. أخذ. يا سلام يا سلام يا سلام. حلو، يلا بارتيكل كانن ريدي. خلينا نضرب له هاكل سنتر. ممتاز، خلينا نتكل على الله. يلا. اوه لا 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 لا، لا ولو مش وقتها ابدا هلا الطاقة. سوري عفوا. حلو يلا بارتيكل كانن ريدي. طبعا مشغلين السيرش اند ديستروي، فجيوشنا اقوى من جيوشه. مايكرو خفيف، لاحظ الباث فايندر شو عم يعمل. يلا ممتاز، خلص لازم ينسحب، لازم تنسحب عزيزي الجنرال الاحمر. طولت كتير. طيب يلا منشيل هذا كمان. خلينا نشيل الدفاعات. حلو، انسحب. ممتاز ممتاز ممتاز، الأحمر انسحب. يلا ها، فضي الجو شوي، فضي الجو شوي يا شيخ. والله شلي همفي، شلي همفي والله. اوه لاحظ هالجيوش، لاحظ هالجيوش هي. خلينا نشوف شو فينا نعمل معه هذا. شيل القاعدة، شيل القاعدة. هلا بنضربه نوكليير ميسل، النوكليير ميسل جاهز. حلو، لحظة الكاربت اللي نزلت بوقتها. خلينا ننطر نوكليير ميسل. ممتاز، يلا ممتاز. حلو، راح تكون ضربة أسطورية. يلا نايس 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 نايس. شو بعد عندك يا اخي؟ شو في؟ Particle cannon activated. The battlefield
world is a messy place. Let's get there quick. Out of the way. Medic here. Who needs help? Let's clean it up. Unit lost. Suit it up for biohazard. Yell. Medical supplies on hand. Let's clean it up. Medic here. Out of the way. Right on. Particle cannon Move. Ready. Particle cannon activated. Particle cannon activated. Medical supplies Get on hand. Track. Someone injured? We're there. Lives are at stake. We're there. Let's get there quick. Let's Particle get there cannon quick. Ready. We're there. Right on. Particle cannon activated. Particle cannon ready. We're there. Detox underway. Lives are at stake. Let's get there quick. Lives are at stake. Unit lost. Move! Out of the way! Lives are at stake. Suit it up for biohazard. Unit lost. Let's clean it up. Out of the way! Out of the way! Let's get there quick! Particle cannon activated. اوف اوكي معلي سوري انا اندمجت بالجيم اندمجت باللعبة ما زلت معكم عم حاول انهي الجيم بعد جيم يعني استمر ل 56 دقيقة جيمات عم تكون كتير كتير حلوة على فكرة لما نلعب ضد الكمبيوتر كتير عم بيكون في متعة لو ضد الكمبيوتر لو ما في حدا يعني فعليا انت عم تلعب لحالك بس والله جيمات عم تكون ممتعة كتير للأمانة وهذا أمتعن لحد الآن الـ USA Air Force حرفيا أمتع جيم لحد الآن يلا 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 طيب شو بعد عندك يا شيخ شو بعد عندك Particle cannon activated اوكي هارد ارم هاز بين ديفيتد اعتقد انسحب هلا الاصفر منهار تماما لانه ضربناه كتير استهدفناه بالنووي اللوتس ما زالت موجودة هون البلاك لوتس ما زالت موجودة هون نوكلير مسل وين بدنا نضربه هلا بس نكشف نضرب النوكلير مسل الله وين رايح انت وين رايح بعد عندك دبابتين بعد عنده اثنين دبابات طيب يلا ما راح تنسحب لازم تنسحب الاصفر بعد عنده دوزر خلصوا والله خلصوا والله خلصوا ما بي غير الاصفر ديفيتد ما بي غير البيربل
البنفسجي. خلينا ناخذ له الطاقه للبنفسجي. عمل لوتس لهلا عايشه يا شيخ. البلاك لوتس لهلا عايشه. اوه والله نفذت الدوزر. نفذت الدوزر يا شيخ. طيب طيب يلا. حلو انشالت الدوزر. نويات مثل الكذب يعني بتكب 10 نويات عادي معلم عادي لا تخشى شيئا. يلا صار لازم تنسحب يا صاحبنا. والله انسحب انسحب يا معلم انسحب. بقي جيش واحد بس واللي هو الأورنج. طيب ليش ما بدي قوم له الأوفرلو أو خلونا يلا يلا للمتعة بس خلونا نواجه الأوفرلود. إيزي 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 الأوفرلود إيزي. يلا بقي آخر جنرال وآخر جيش. هي أرضنا قلعة الصمود حرفيا بدون مبالغة. عم تلاحظ الهدوء اللي يعني هدوء ما شفناه من ساعة لحد الآن. يعني هلأ لحتى عم نشوف الهدوء باللعبة. يعني جيم كان كتير حلو. جيم كان جدا جدا حلو. بجيش اليو اس اي اير فورس بعيد وبكرر واحد من امتع 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 الجيمات. يمكن هذا ينسحب كمان هلا. لعبنا باليو اس اي سوبر ويبنز. لعبنا باليو اس اي ليزر. ولكن للامانة اليو اس اي اير فورس كان امتع. طبعا ضد الكمبيوتر يعني ما راح تستعمل الطيران والرابترز وهالامور. في ناس ممكن انه تلعب بطريقة مختلفة تستعمل الرابترز تستعمل الكمانشي المخفي. ممكن ممكن. ولكن كيك لا والله بعد ما كيك. ولكن يعني انا شفت هالطريقة فعالة. بتقدر تخسر سبعة بهالطريقة. بتقدر انسحب 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 انسحب. يعني خلص الجيم. Very nice. صراحة الجيم كان كتير حلو. مرة اخرى بعيد وبكرر. رجاء رجاء اذا بدكم نكفي هاي السلسلة اتمنى تكتبون لها شيء بقسم التعليقات لانه واحدة من امتع السلسلات بالنسبة للمشاهد وبالنسبة لكشخص انه يتعلم او الاشخاص اللي ما عنده فكرة عن اللعبة اللي ما بتقدر تتحدى مثلا جيوش 7 هارد ارمي. تقدر تتعلم الطريقة بتاخذ الطريقة. لاحظ كم يونت ديسترويد مدمرين. 2381 دبابة. 2381 دبابة استحق نتيجة 1-0. هاي حاط اسمي هون وسبعة هارد ارمي. اتمنى انه كان فيديو ممتع. رجاء ما تنسى الاشتراك بالقناة وتدعم الفيديو بلايك وتترك لنا كومنت حلو. وجزاك الله الف 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 خير. كان معكم اخوكم علاء رضا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.